أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هبة على التنسيق الكامل بين كافة الجهات الحكومية لدفع ملف الاستثمار. جاء ذلك خلال لقاء رئيس الهيئة مع وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط بمقر وزارة التعاون بالعاصمة الإدارية الجديدة. وأشاد رئيس الهيئة بدور وزارة التعاون الدولي في دعم بيئة الاستثمار في مصر، سواء عبر الترويج للفرص الاستثمارية أو توفير التمويل للمشروعات عبر شركاء التنمية الدوليين أو إطلاق المبادرات التحفيزية لمجتمع الأعمال. تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنمية منظومة التجارة الداخلية، تم افتتاح المرحلة الأولى من مشروع المنطقة التجارية اللوجستية بمحافظة البحيرة، حيث تتضمن مركزاً تجارياً ومعارض ومطاعم ومحطة وقود. وتقام المنطقة التجارية اللوجستية في محافظة البحيرة على مساحة تقدر ب 96 فداناً، وتوفر نحو 30,000 فرصة عمل مباشرة أو مباشرة وغير مباشرة بقيمة استثمارات تصل إلى 4.5 مليار جنيه. في أسواق البترول العالمية، أنهت أسعار النفط الأسبوع الأول من عام 2024 في المنطقة الخضراء مع تصاعد توترات منطقة الشرق الأوسط، وفي ظل تصاعد المخاطر في البحر الأحمر جراء الهجمات التي تستهدف السفن التجارية. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة تقدر ب 1.51% لتسجل 78.76 دولار للبرميل، فحين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة تقدر ب 2.24% لتصل إلى 73.81 دولار للبرميل. هذا وصعدت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.20% لتصل إلى 2.61 دولار للتر. كذلك ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.55% لتسجل 2.89 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أعلنت أوكرانيا استرادها 4.3 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من دول الاتحاد الأوروبي ومولدوفا في عام 2023، وهو ضعف ما كانت عليه في عام 2022. وذكر مشغل نظام نقل الغاز في أوكرانيا أن الجزء الأكبر من الغاز المستورد تم استلامه للتخزين في مرافق للتخزين تحت الأرض في أوكرانيا، في حين جاءت معظم واردات الغاز من سلوفاكيا بأكثر من 1.8 مليار متر مكعب أو 42% من الإجمالي. كما استوردت أوكرانيا في عام 2023 أكثر من 550 مليون متر مكعب من الغاز، ذلك عبر ممر البلقان بغرض التخزين بشكل أساسي. توقعت الحكومة الهندية نمو الاقتصاد في العام المالي الذي ينتهي في مارس المقبل بنسبة تقدر ب 7.3%، وهو أعلى مستوى بين الاقتصادات الكبرى في العالم. ووفقا لمكتب الإحصاءات الوطنية الهندية، فإن تلك التقديرات هي توقعات مبكرة للعام المالي 2023-2024، مشيرا إلى أن إضافة البيانات المعدلة والإيرادات الضريبية الفعلية والإنفاق على الدعم الحكومي قد يؤدي إلى تعديلات لاحقة. وكان بنك الاحتياطي الهندي قد رفع توقعاته بشأن الناتج المحلي الإجمالي إلى 7% مقارنة بالتقديرات الأولية عند 6.5%.